معنا عبر الهاتف السيد عيسى ساير العيساوي قائم مقام الفلوجة. مرحبا بك سيد عيسى، حدثنا عن الإجراءات الجديدة وفتح 7 يعني أماكن في مدينة الفلوجة لعودة الأهالي إليها، ما هي الترتيبات، ما هي الإجراءات، كيف تقومون بمهامكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت الأيام الأخيرة زيادة في عودة العوائل النازحة. اليوم اللجنة أنهت عملها على 260 عائلة عائدة إلى المدينة. نعم. حقيقة لاحظ إقبال على العودة إلى المدينة. والآن نحن في الأسبوع المقبل إن شاء الله، في بداية الأسبوع المقبل أو في الأول من الشهر المقبل شهر 11، نعم، سيتم فتح الأحياء الجولان وال الأندلس والجمهورية وحي المعلمين الأولى، منطقة البزارة، منطقة السوق القديمة. هذه الأحياء ستكون يعني هذه الأحياء يعني كم من الممكن أن تستوعب من الأهالي؟ كم هو العدد التي يعني من الممكن أن تستوعبه هذه الأحياء؟ وما هي توقعاتكم بخصوص عودة يعني الأهالي إلى مدينة الفلوجة؟ كم عدد العوائل، وخاصة أن هناك فقط معبرين لدخول الناس إلى المدينة؟ يعني انا اتوقع ان في هذه الاحياء التي او الفلوجه القديمه، هذه الاحياء انا اتوقع انه سيكون الاقبال كبيرا للعوده الى هذه المناطق، لا سيما انها في مناطق يعني مكتظه بالسكان، واعتقد انه ستشهد ازدحاما على مداخل الفلوجه ولجان التدقيق، لانه يعني المدينه يعني اهلها أكثر من سنتين هم خارج المدينة يعيشون في المخيمات، وتكابدوا يعني عناء العوائل النازحة. فلذلك الآن الأهالي هم في شغف العودة إلى مدينتهم إلى بيوتهم، لذلك إن شاء الله سيكون الإقبال كبيرا في هذه الأيام. نعم، شكرا لك السيد عيسى ساير العيساوي قائم مقام الفلوجة، كنت معنا عبر الهاتف.